السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديساد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا عن المدرب السابق للمنتخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، مطلوب في الدوري القطري، يعني يعاود يولي نقطه الصفر، يعني ويخدم يعني يقرا ويزيد يخدم، شوف يخدم ويقرا، لازم له يسافر يطلب العلم، يعني يروح عند غوارديولا، يروح عند مانشيني، يروح عند يعني يروح عند انشيروتي، يروح يقرا عند غوركي، يعني لازم له يخدم دروك، لازم له قرايه، لازم له العوده من جديد. هذه هي يعني في وقت الذي يبحث فيه الاتحاد الجزائري لكره القدم، يعني وين اقتراب يعني اقتراب لإعلان عن ناخب جديد للمنتخب الوطني الجزائري، وين جمال بلماضي دخل هذا الأخير في حسابات الفريق عربي. وأفادت تقارير قطرية أن النادي التحيل يفكر بشكل جدي في إعادة تعيين بلماضي مدرب للفريق، ويسعى التحيل لاستبدال المدرب الفرنسي كريستوف، يعني الذي فشل في تحقيق نتائج إيجابية مع النادي القطري في الآونة الأخيرة وفق لصحيفة الرأي. وخرج التحيل خاليا يعني من الدور أبطال آسيا، واحتل المرتبة السادسة في الدور القطري بعد أن توج باللقب الدوري القطري السنة الماضية. ودرب جمال بلماضي نادي القطري ذاته، والذي حقق معه إنجاز يعني بحصد ثلاثية في موسم 2016-2017، وتوج التحيل بقيادة بلماضي بلقب البطولة الدوري والكأس قطر وكأس الأمير، كما نجح المدرب الجزائري آنذاك في ضمان تأهل الفريق ذاته إلى الدور أبطال آسيا، يعني وخرج من الدور الأول. ونظرا لنجاحاته مع الفريق القطري توج جمال بلماضي بجائزة أفضل مدرب في قطر. وبعد فشله في تحقيق نتائج إيجابية مع المنتخب الجزائري، فسخت يعني الاتحادية الجزائرية للعبة الباب عقد جمال بلماضي، وتأسفت باب في بيانها لنتائج التي كانت بعيدة كل البعد عن تطلعات الشعب الجزائري، خاصة بعد الإقصاء من الدور الأول لنهائيات كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية. وأشار إلى أن هذه هي المرة الثانية على التوالي والتي يقصى فيها الخوض من الدور الأول في الكان. وقالت الفاف في بيان سابق لها في دورة كوت ديفوار، ويحتل المنتخب الوطني الجزائري المرتبة الأخيرة، يعني في دورة يعني في الدورة تاع كوت ديفوار، ويحتل المنتخب الوطني المرتبة الأخيرة، يعني 24 كلاسينا الفانت كارد، هذه الهيصر كاع ما يهدرهاش. وهذا فشل ما وصفه بالمؤلم، ويصعب تقبله فضل عن إقصاء من تأهل لكأس العالم قطر 2022. هنا الله ينجحه، أنا وعد الناس الله ينجحه. هذه هو وين غادي، كان يقول لك مارسي، كان يقول لك فلان، على بالك بلي المنتخبات المقالة من كل مدرب، يعني المدربين المقالين من الأخرى كاع جاهم عروض قوية، كان اللي راح كان اللي مازال، كان اللي راحوا كاع راحوا، بقى إلا المدرب جمال بلماضي اللي ربما يعود إلى التحيل، ربما يعود إلى التحيل، ربما. هذه هي خويا، الله ينجحها، نقول لكم الله ينجحها. حنا الله ينجحه، واحد اش يقول لك، تبقى تشوف كيما هكا، ربي يكون معاه، وان شاء الله يتعلم يقرا وكلش، لازم يتعلم يقرا. حنا كنا يعني كنا نقولوا بلي ودي ما عندوش عروض في السعوديه، ولا عروض من ولا عروض من، كان يقولنا راخو كيسموه هذاك كيسموه يا ربي معطاوي، ها هي معطاوي،
وين يفكر نادي تحيل في إعادة الجزائري جمال بلماضي لتولي تدريب الفريق كرة يعني بالنادي بدل من الفرنسي كريستوف. هذا هو مدرب يعني البطولة ما فيهاش ضغوطات، تخدم مرتاح يعني على الأقل من يتنرباو يقلعوا دوك الساسوات تاعهم كما صاروا يضربوا في ماتريبي. هذه هي مكاول يعني فماك ما كاش ضغوطات، يعني كاش ضغوطات، يعني تعيش بدون ضغوطات. تصيب واحد تاع بحرت له تدخل للسطاد، كيما خطره يولو واحد كان مريض يعني ودخل للسطاد سلاتيكي ربح لوطو. ما كاش ضغوطات يعني فماك مليح، هذا يخدم اليز هيا ويعاود ينطلق من جديد. هذه يا خويا هذه يا اخويا صحيح هضرنا عليها تاع سعيد فلاك وقت عملنا تعيين بمكلف بالاعلام على مستوى الاتحاديه خالف لهذاك هذاك اللي يدير لهم كيما هكا، راه هدر المدرب، راه دخل يقول لهم راه هدر المدرب راه هدر. يا خويا كان بزاف غلط عباد عدلي وين كان يخدم، عدلي على بالك خدم مع بيتوكي بيتوبيتش، هذا خدم معاه والله لا خدم معاه. انا نقول لك ضرب كاع روحو على بالكم جماعه، خلونا تشوف يقول لكم واحد الحاجه. الهيشر شا خرج قال لك صاحب المقوله الشهيره يا ابو داوي تحلبت يا جابو زبك سعيد فلاك، سعيد فلاك ما هدرها زاد والله ما هدرها، اقسم بالله العلي العظيم يا سعيد فلاك ما هدرها. حنا رانا مع سعيد فلاك، اخدم وخلي الكلاب تنبح ياه، اخدم وخلي الكلاب تنبح خويا، كاش مشكل كاع. با 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 أهداف با أهداف با 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 كيداها كيدخل بيناتهم خدمها خدمة با. غزة قول لا رانا ملاحنا صحيح، حنا قلعنا، حنا الله يسهل عليه مسكين المدرب يعني يعاود يزيد يعني يضرب يرجع حساباتو يرجع كلش. خاطش لا ما خلاولوش، ما خل اللعابه اللي كانوا عنده اللي كان هو مأمن فيهم وكان يجيبهم كلش ما خلاولوش قيمه. انا نقول لكم ما خلاولوش قيمه، انا نقول لكم عجبنا سي حلاوي. قال لي غلط. قال له ولا ودرها. والله لا ودرها. هذه احنا يا ربي يكون معاه صعيب.
هذه هي. الله ينجحها شباب يقولوها، الله ينجحها وخير يقولوها. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيح.